المطربة الرئيسية من بلاك بينك روزي كانت مليئة بالكاريزما أثناء التقاط الصور لمجلة آل كوريا. أخذت هذه الصور مثل عارضة الأزياء الحقيقية، إنها تدرك المعنى الحقيقي لكيف تكون عارضة أزياء بشخصيتها وجسدها ووقفتها، مما جعل المزيد والمزيد من العلامات التجارية الفاخرة تقوم باختيارها مثل YSL وكذلك تيفاني أنكو. وفي 20 أغسطس جلست روزي للإجابة على أسئلة البلانكس مع آل كوريا، وعندما سُئلت عن لون شعرها المفضل إلى جانب اللون الأشقر الوردي، كشفت روزي أنها تحب شعرها الفضي. قالت إن هذه ستكون المرة الوحيدة التي ستصبغ شعرها فيها باللون الفضي، لأنه يجب صبغه عدة مرات أخرى. لذلك كانت روزي متحمسة حقا عندما قامت بتجربته مع جلسة تصوير المجلة. سأل أيضا أحد المعجبون روزي عن نوع الموسيقى التي تحبها وترغب في تجربتها في المستقبل. قالت روزي إنها متحمسة للغاية لتجربة الروك يوما ما. اعترفت روزي أنها استمعت إلى العديد من أغاني الروك في عام 2012، وقد ألهمها ذلك لبدء العزف على الغيتار الصوتي، فقد كانت تحب دائما العزف على الآلات المختلفة وتأليف الموسيقى للفرقة أيضا. فمن المتوقع أن نرى عروض روكسي الحارقة على المسرح قريبا. في إخبار أخرى، بلاك بينك ظهرت على مسرح ميوزيك ستيشن لأول مرة منذ حوالي 2 عامين لأداء أغنية Love the Girls، النسخة اليابانية من الألبوم الياباني الكامل الأول، والتي حصلت بالفعل على ما يقرب من 500 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب. وقد تم اختيارها من أفضل 10 أغاني كيبوب في عام 2020 من قبل المجلة الأسبوعية الأمريكية تايم. وفي المقابلة مع ميوزيك ستيشن، قالت جيسو أنها تبحث عن الحب في الأغنية مرة أخرى للتعبير عن شعور قوي ولكن حزين. في الوقت نفسه شاركت روزي أنها لا تستطيع مقابلة المعجبون اليابانيون شخصيا منذ 2 عامين، لكنها سعيدة لتمكنها من الأداء خلال ميوزيك ستيشن. لتعلق جيسو قائلة: من فضلكم استمتعوا بأداء Love the Girls النسخة اليابانية MV الآن. لا تزال صداقة جيني وجيسيكا مع فارق العمر البالغ 7 سنوات تجعل الكثير من المعجبون متحمسون للغاية. ظهرت جيسيكا مؤخرا في مقابلة عندما سئلت من هي فرقتها المفضلة، قالت جيسيكا بصوت صريع: إنها بلاك بينك. مع سمعتهم وأسلوبهم المتميز في الموضة، أعضاء بلاك بينك نشطون بشكل متزايد في مجال الموضة، فإجمالي أغلفة المجلات التي ظهرت عليها المجموعة هي أكبر من إجمالي عدد أي عمل لمطرب كيبوب في 5 سنوات فقط. وحتى الآن لم يسمع المعجبون عن أي شيء عن المنتج الموسيقي لفتيات YG للنصف الثاني من عام 2021. في صباح يوم 20 أغسطس أصدرت مجلة ماريا كلير فجأة سلسلة من الصور الجديدة لجيسو لعدد سبتمبر القادم، وهذه المرة لا تزال جيسو الغطاء الذي تفضله ديور وكذلك قطاع التجميل كما كان من قبل. في الصورة جيسو ترتدي فستانا أحمرا متدليا يصفي إحساسا رائعا ليحول جيسو إلى أميرة حقيقية، إلى جانب ذلك يعطي أحمر الشفاه اللامع شعورا قويا للغاية. لا مزيد من الشعر الأسود البسيط، شعرها البني اللطيف المتعرج يساعد جيسو على الظهور بمظهر غربي أكثر، على الرغم من أن جيسو هي إحدى الصور المرئية المشهورة لمجلات آسيا. فتسبب تغييرها الغير متوقع من لون الشعر والمكياج في صدمة بصرية للمعجبين. في أخبار أخرى، منذ أن فتحت ليسا حسابا على الإنستغرام شخصيا حطمت العديد من السجلات على هذه المنصة. يضم حساب ليسا الشخصي على الإنستغرام حاليا أكثر من 57.5 مليون متابعا مع 717 مشاركة، ومع ذلك ليسا حذرة للغاية عند نشر الصور الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي على عكس الأعضاء الثلاثة الآخرين جيسو وجيني وروزي، فنادرا ما تنشر ليسا قصة على الإنستغرام، فعادة ما تكون تعليقاتها على الصور المنشورة عبارة عن علامات تصنيف فقط، أي أسماء عن العلاقات العامة والعلامات التجارية. لكن روزي تحب نشر التعليقات الطويلة وكذلك جيني وجيسو، مما يجعل البلانكس أكثر سعادة. تختلف عنهم ليسا فقط في بعض المنشورات، حتى طلب منها المعجبون في التعليقات التحدث أكثر عن نفسها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.